أهلا من جديد. عادة يعني المتاحف يعني ما أحتاج أعرف لكم هي، بس هي مكان يعني بيزوروا الناس عشان يشوفوا تاريخ، يشوفوا فن، يشوفوا شيء معروض كده يستاهل ينشاف يعني. طبعا كمان يعني غير متاحف الفن والتاريخ، في متاحف كمان غريبة يعني أفكار كده غريبة. مثلا في متحف مصاصين الدماء في فرنسا، متحف المراحيض حتى هذا موجود في الهند مثلا يعني، متحف علاقات الحب الفاشلة في كرواتيا هذا معروض فيه ذكريات لناس كانوا في علاقات وانفصلوا يعني. وفي كمان مثلا متحف الفن السيء في أمريكا، في فكرة. بس بعد المتحف اللي افتتحوه حركة طالبان في أفغانستان أمس، يعني أظن أنه ما رح يكون فيه أعجب أو أغرب. هذا المتحف اسمه الفتح في ولاية بلخ، وبيعرض فيه كل ما يتعلق بالهجمات الانتحارية. هم شعروا أنه الموضوع يحتاج توثيق يعني، بالضبط زي ما سمعتوا، متحف للعمليات الانتحارية. ولو بتتسألوا إيش معروض فيه، خلينا نشوف. يعني في هذه الصورة مثلا عندنا في البراميل الصفراء المليئة بالمتفجرات والقنابل، وهذه بتنزرع على الطرق. هنا مثلا خلينا نشوف هذه، يلا دراجة نارية مفخخة، هذه بتستخدم في العمليات الانتحارية كمان. طالبان كمان عارضة لزوار المتحف ألغام عاد وأجهزة التحكم بالقنابل عن بعد. حقيقي يعني متحف يعني ما أعتقد في أبشع من كده يعني، فكرة وتنفيذا والأشياء المعروضة وكل شيء يعني. بس ما ينفع بس ترى الصور، كفاية خلينا نعطيكم لفة فيه. لازم مخانة دوش ذا يو انتهارية غندية هو مخي أو شاتة بيأخو نور شانا بكدو ياتشي بيميخونا لأكتور بكياتشي كانا جي بيخين ضربة ورسي خلق ده يو فرند يو باك ده أنا بخانة فيلمونو كتشي كانا ريمو فيلمو كتا ريمو دوا ريختيا با ريمو كتا لر بيحك بطن بيو ولا أبن بوالك أبن بوالك ده أغا موبايل لاتنون كتا 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 كتا